معايا ايضا مهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط. مساء الخير يا سياده، يا سياده المحافظ. النهارده ايضا كان في ازاله تعديات في اسيوط. صحيح، النهارده كنا في مركز بيروت، بدانا فعلا حمله الازاله من اليوم. احنا كنا عملنا حصر بالفعل في ال 48 ساعه السابقه، والحصر بالكامل متاح لدينا. كام تقريبا حجم التعديات في اسيوط كام يا سياده المحافظ؟ والله بالنسبه لل احنا مصنفينها جزء فيما يخص مباني وجزء ثاني فيما يخص الزراعات. احنا بنتكلم في اجمالي حوالي 52 الف فدان، بنتكلم على زراعه، بنتكلم على حوالي فوق 7 مليون متر مربع بالنسبه لتعديات مباني. والنهارده ايه بقى حجم الازالات اللي انتوا ابتديتوا خليني فيه؟ اقول لك ان احنا بدانا، يمكن زي ما بيقولوا كده، احنا بنحاول نوصل للكويك وين سريع، يبقى عندنا مكسب سريع في ان احنا نزلنا في يمكن اكبر منطقه فيها عندنا تعديات على اللي هي خارج الكردون اللي هي الزراعات. نزلنا على ديروت، احنا عندنا حوالي 16500 فدان ما يقرب، يعني الارقام مش لازم تكون مدققه تماما، بس تقريبا 16500 فدان هو التعدي المحصور لدينا. النهارده تم بالفعل، انا مش عايز اقول ازاله، بس خلينا نقول ان هو تم التواصل في جميع يمكن 95% من هذه الاراضي في وجود الناس اللي موجوده. يمكن عندنا حاله واحده صارخه فيهم 11000 فدان على بعض، بس انا اقدر اقول 11000 فدان حقيقي حقيقي. دي شركه ولا عيله ولا فرد ولا ايه؟ لا خلينا نقول ان هم الناس دي الحقيقه كانوا مقدمين من فتره ان هم يقننوا وضعهم، والناس دي فعلا جادين، يعني فوق 90% من المساحه دي بالفعل مزروعه، في حوالي 52 او 53 بير مدوئين في هذه الارض. دي ناس جاده جدا، انا تواصلت معاهم تليفونيا في اثناء حمله الازاله، وهم قالوا ان احنا مستعدين نيجي لحضرتك في اي لحظه بكره الصبح نقدم تعهد ان احنا هنشتري بالثمن اللي هيقدر من طرف اي لجنه مختصه بهذا الامر. واحنا مش ضد استثمار في هذا القبيل طبعا. هي الفكره بس انه سياده المحافظ، ناس كتيره كانت بتبقى عايزه تقنن وما بتعرفش تقنن، وناس كتيره كانت بتبقى يعني مثلا الناس دي اللي هي عندها 11000 فدان اكيد يعني مش عايزه تخسر ارضها، فيعني لا طبعا. مستعده انها تقنن. ليه الاجراءات بتبقى معقده فالناس ما بتعرفش تقنن اراضيها؟ طبعا حضرتك عارفه ان طبعا اللي هو في خارج الزمان ده كله بيبقى مع جهات ولايه اخرى، تحديدا الاصلاح الزراعي. في الاخر هو طبعا كان متقدم لهم من فترات طويله هذا التقنين، يمكن ما تم الشيء في هذا الامر، بس خلينا نقول احنا النهارده على الاقل زي ما يمكن انا سمعت المداخله بتاعت زميلي محافظ اسماعيلية بالظبط، خلينا نقول احنا بنستفيد بحاله الزخم الموجوده حاليا دي. النهارده ما اعتقدش ان احنا هيكون في تعطيل لهذا الامر مثل ما سبق يعني، وخلينا نقول ان احنا النهارده هنستفيد بهذا الامر، الامور ان شاء الله تمشي. طيب تقديراتكم لو تم تقنين هذه الاراضي تجيب حجم دخل قد ايه؟ بصي انا مش عايز نتكلم في الامر ده، احنا خلينا نقول ان هيبقى في تقدير للثمن، انا افضل ان هو يكون طبعا على 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 مدار المحافظه بالكامل. بالنسبه لينا احنا ان احنا يكون في تقدير مثلا حد ادنى وحد اعلى للسعر، ويكون في تفاوض مع المتعدين على هذا. بشكرك مهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط، اللي النهارده برضو اسيوط النهارده كانت عامله حمله ازالات.